استغفر الله العلي العظيمين. تخيلوا معايا من قبيله وانا جالسه هنايا ووصلني احمد قبيله، والله ما قديت ندخل الدار. بالنسبه ليا انايا ما كنبغيش ندخل النهار كامل وانا ما كايناش في الدار، ما كنبغيش ندخل وانا مقلقه ولا انا معصبه، خصوصا بناتي كيبقاو يسينو اون جينيرال وليداتنا كيبقاو يسينونا مساكن فارغ الصبر فوقاش ندخلون اما اليوم الدار. فاش كتجي كتدخلي وانتي معصبه ولا مقلقه ما كيعجبنيش الحال. دونك عتيم والله ما قديت ندخل وقلت نهضر معاكم واحد شويه، والله الا نهضر معاكم واحد شويه. مساك مكيله كيله ابو مساك عتيم. مستريسي بزاف مستريسي وحق الله غير سمحوا لي والله. ما تخيلوا لدرجه ما قد ما عرفت مع من نهضر مع من نجلس على من نخوي قلبي، ما بقيتش عارفه الصراحه واش راني باقا غاده في الطريق صحيحه واش راني ما والله ما بقيت عرفت حتى شي حاجه. تبلوكيت واحد شويه تبلوكيت الصراحه، والله ما عرفت شنو نقول، والله ما عرفت دخت ودخت بيا الدنيا. المهم اللي نبغي نقول لكم هو دائما سد ربي سبحانه وتعالى، ما كيسد عليك باب حتى كيفتح عليك بيبان، كيسد عليك الباب حين تعرف هذاك الباب غيجيك منه غير الشر، كيفتح لك بيبان اللي غيجيو منه الخير، حين ربي ربي كيعطينا غير الخير. ودائما الانسان يتفائل بالخير ودائما الانسان يشوف حياته القدام من واحد الجانب اللي هو ايجابي ومهم تقولوا اش كتهضر هكا. المهم تنهضر وصافي غير تنهضر وصافي، حيت الصراحه كندوز هذه الفتره هذه من واحد الوقت الياس كندوز صراحة من واحد الوقت اللي هو صعيب، واحد الوقت اللي هو صعيب بزاف بزاف بزاف. والصراحة والله ما بقيت عارفة شنو ندير، وحق الله العلي العظيم حياتي كلها باش نكونو حياتي كلها بنت 17 عام وانا خدامة كنضرب بزمارة ديال بصح نتوما عند شي شاهدين عليه وكتشوفوه بعينيكم. يعني الحمد لله زعما الصراحة كنخدم أنا وراجلي. دائما تنقول لكم الطريق اللي كيتراسيها ليا كنتبعو فيها الحمد لله عنده واحد جزء كبير في النجاح ديالنا وفي بزاف ديال الحوايج، ولكن في هاد المرة هادي الصراحة دخت والله إلا دخت والله ما قد ندخل للدار حتى بلاصة حق الله. واحد نوم مشى ولكن ما قديتش ندخل. الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال. تقولي مثلا علاش درت هذا الفيديو، انا درت هذا الفيديو كما كتعرفوا اسماء دائما بارطاجي معكم الضحك والنشاط وفرحانه وروتينات ابنياتي وما خصني حتى شي خير والحمد لله وكنشجعكم تنوضوا ونشجعكم هادي وهادي. اليوم انا جايه انا نقول لكم دعوا معايا في الكومونتير الله يفرجها عليا والله يدير لي شي تهويل ديال الخير بزاف ديال الحوايج، الله يدير ليا شي تاويل ديال الخير حيت سبحان الله سبحان الله ما عرفتش ما عرفتش والله ما عرفتش شنو نقول. كتكوني كتبني 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 كتبني
كتبني كتبني وفي الاخر شي حاجه كتجي كتهدم لي كلشي. هادشي وقع ليا انايا دابا، ولكن بصح ما يمكنش كتبقي تبني 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 وانت كتهدمي في راسك، انت عاوتاني مع راسك، هذيك راه صحتك، هذيك راه حياتك المستقبليه، راه ما يمكنش لك تبقي تبني انتيا وصحتك انت كتهدم. شوفوا المهم اسمحوا لي على الفيديو، اقسم بالله ما عرفتش بعدا اصلا واش يتحط ولا ما يتحطش. المهم انا اللي بغيت نجي نقول لكم هو دعوا معايا بالخير ودعوا معايا بزاف ليا اموري، والله يكون معايا والله يوقف معايا، دائما كدعوا معايا ودائما كتوقفوا معايا ودائما تقولوا لي اسماء انت يا قدوه لينا وانت قويه وانت كنعرفوا كتحدي اي حاجه وانت يا شحال من هذاك تقول لي انا غير كنتفرج فيك كنكون متكيه كنجمع الوقفه غير بديك الهضره ديالك توقضي نوضي ديري فعلي. اليوم انا انا جيت نقول لكم بانني انا اقسم بالله العلي العظيم لا ماشي غير باتري فابل راني صافي، اقسم بالله فاشله لواحد الدرجه ما يمكنش ومبلوكي لواحد الدرجه ما يمكنش، والله العظيم باغا غير دعوا معايا صافي. والله يسر الامور للجميع، والله يكون مع اي واحد كيشوف هاد لا فيديو هادي. الحمد لله يا رب حمدتك وشكرتك يا رب. من الخير اي حاجه كتوقع لينا في حياتنا فيها خير، واي حاجه كتوقع لنا في حياتنا من الخير، ودائما الانسان يحمد ربي وربي غادي يكون معانا. فاش نقول لكم اكيد اكيد بعض المرات كنديروا اخطاء في حياتنا، اكيد حنا ماشي حنا غير انسان يعني ما نادم كيخطا، وحنا اش نقول لكم الحمد لله على كل حال والله يصوب للجميع. وما بكل صراحه والله العظيم ما كنبغيش اصلا نشارك اي حاجه كندوز فيها من حياتي، دائما كنشارك غير الحاجه الزوينه ونبارطاجي غير الحاجه الزوينه والحاجه اللي تنشط الناس وتضحك الناس وتينات مع الوليدات كنباع. ولكن انا فريمون كندوز دابا من واحد المرحله اللي صعيبه يعني تصدمت بصراحه، تصدمت مرحله صعيبه في حياتي بزاف 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 بزاف، خصوصا ولأول مره غيكون عندي هذا الشيء. هذا كنحس براسي ما تخيلوا واحد المرحله وصلت ليها انني ما بقيتش قادره تنفكر، شي تنفكر ما بقيتش قادره نفكر واش 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 انا على صواب، واش انا على حق، واش انا اللي غلطه، واش انا اللي المهم وليت كنبان لكم مضببه، ولكن راه مع الليل الصراحه ما بقيتش عارفه واش اسماء ديال هاد الاعوام كامله اللي الحمد لله دائما غاده في طريق النجاح انا وراجلي، واش هاد اسماء هادي نفسها ولا ما عرفتش، ولا وليت كنشوف الحياه من جانب اخر ولا ما عرفتش ما عرفتش. حيت الصراحه تخداو قرارات اللي ما انا ما باغاهمش ما باغاهمش وما رضياش عليهم وما عاجبينيش، ولكن تخداو قرارات اللي خصهم يطبقوا، وصراحة انا مبلوكية ما عارفه ما ندير ما عارفه ما ندير، ما نكذبش عليكم ما بقيت عارفه ما ندير. اهم حاجه ديها الانسان، انا حاليا كنقول اهم حاجه خصني نرتاح، واهم حاجه خصني نجلس ونطخى. والله العظيم اليوم من شي 8 الصباح وانا خارجه، صباح كانت عندي خدمه في قنيطره، العشيه كملوا انا في كازا، من هنا لهنا 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 لهنا، والله فريمون بصح كنحس براسي عييت ديال بصح، حيت كنعطي فوق الجهد، كنعطي بصح فوق الجهد، وكنعطي مكنعطيش لراسي الراحه. فيمكن هذا هو السبب اللي خلاني هكا، خلاني دابا ما بقيتش عارفه راسي شنو ندير، ما بقيت عارفه راسي، ما بحال تبلوكيت وحق الله هادشي جاني البرد، الله الا جاني البرد، الله يصاوب وصافي وحق الله البنات الله يصاوب.
الله يدير لينا شي تاويض الخير. الحياه صعيبه، الحياه والله ما سهله، والله ما سهله الحياه دي الدنيا، ما يمكنش تعيشيها وانتي مرتاحه 100% وما عمرك تشوفي شي حد وتقولي تحسديه ولا. بصح بصح راه كاينه هادي ديال التابعه، الا تبعتك التابعه راه صعيبه، الا تبعتك التابعه في حياتك، تبعتك التابعه راه شي حاجه صعيبه والله العظيم. والله ما عرفت شنو نقول لكم وحق الله. المهم اهم حاجه البنات، اهم حاجه غيديروا معايا، الله يسر لي اموري، والله يدير لي شي تاويل ديال الخير، والله يكون معايا في هاد القرارات اللي تخداو، والله يصبرني اهم حاجه، الله يصبرني والله يعوضني، الله يعوضني، الله يعوضني، حيت ربي بوحدو اللي عارف، شتي ربي بوحديتو اللي عارف شنو 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 داز، شنو دوزت في حياتي، وشنو التمارين اللي كنضرب، وشنو بزاف 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 والله بزاف. وصعيب انك تكوني انسانه ما كتعطيش الراحه لراسك، والله ما قدرتش نوقف، ولكن كتوقفني النفس. انا ما ماشي جلندايزر ولا روبو، انا ما انسان، انا كنعيا، ولكن كتوقفني النفس ديالي الحاره اللي عطاني الله، هي كنحمد عليها الله سبحانه وتعالى، ولكن او ميم طون هاد النفس هلكتني، النفس الحامه هلكتني، هلكت لي صحتي، هلكتني هلكتني، ما خلاتنيش نرتاح. النفس نكون مريضه نخرج نخدم، نكون عيانه نخرج نخدم، نكون ما عرفتش ما عرفتش والله. استغفر الله العلي العظيم، يا ربي حمدتك وشكرتك، يا ربي وقف معايا يا ربي في اي خطوة، يا ربي خليك ديما قريب مني يا ربي حبيبي. جاني البرد البنات، حاسه براسي زراقيت. المهم نخليكم هنا، فقط بنت عندكم والله العظيم. البنات كيسولوا فين تغبرتي، الناس مساكين اللي متبعين الله يجازيهم بالخير في الانستغرام، اسماء ستوريات ما بقيتيش كتباني، اسماء مالكي واش عندك شي حاجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال، انا حمد الله وشكرا. المهم حمد كيعيط ليا، انا نقطع الجواب. المهم البنات قبيله قلت لكم، ما قلت لكم الشاب سلامه ومشيت. دخلت للدار لقيتهم واجدين العشاء تعشيت، الصباح شربت اتاي وطلعت وغتناقشت شويه مع ماما حتى هي عصبة، ناقشت مع ماما، ناقشت الصراحه مع احمد. ايوا الله يصاوبو صافي. شوفوا عينيا فاش كنبكي بزاف، عينيا هذيك كيتنفخو كي طلعت جنة نعسها. المهم مع فيديو جديد ان شاء الله، تهلاو في ريوسكم، باي باي عليكم، الله يصاوب ليكم تانتوما، باي باي.